هاتفيا ينضم الينا دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. بعد التحيه لك دكتور سيف، اذا الجمهوريه الجديده هتكون خاليه طبعا من المناطق غير الامنه، وايضا هتكون خاليه من المناطق المخططه الغير المخططه. المناطق غير الامنه هتكون مش موجوده في نهايه 2021. مشروع قومي كبير للغايه هيوفر سكن كريم وامن للمواطن المصري، كيف ترى انت هذا المشروع؟ هذا المشروع ليس وليد اليوم وليس وليد هذا العام، ولكنه بدأ في 2014 مع توجهات القيادة السياسية بإنهاء معاناة المواطن المصري مع السكان الغير آمن التي تجلت في 2009. لو نرجع بكرة شوية في حادث صخرة الدويقة أدت إلى وفاة العديد من المصريين، ومنذ هذا التاريخ فكان هناك وقفة تمت في 2014. تم تصنيف الإسكان العشوائي إلى إسكان عشوائي شديد الخطورة وإسكان عشوائي غير مخطط. بنهاية 2021 سوف يتم الانتهاء تماما من الإسكان العشوائي شديد الخطورة. وهذه تكلفت 40 مليار جنيه. دكتور سيف، في الإسكان الغير مخطط وده هينتهي إن شاء الله في 2030 ومرصود له 318 مليار جنيه. كل ده في سبيل رفع جودة الحياة للمواطن المصري على أرض مصر، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة. هو أصلا الهدف الأساسي، الهدف الأساسي لمشروع حياة كريمة هو الحياة الكريمة كل مواطن، من حيث المسكن، فرصة العمل، البنية الأساسية، الخدمات العامة. بالإضافة إلى أن مشروع حياة كريمة سوف يمنع الهجرة الداخلية من الريف ومن الصعيد إلى القاهرة الكبرى، الإسكندرية والمحافظات، وبالتالي سوف يتم القضاء على السبب الأساسي في الإسكان العشوائي وهو الهجرة الداخلية. والأول مرة في تاريخ مصر تشهد مصر في الشهور السابقة هجرة عكسية من القاهرة الكبرى والمدن الكبرى إلى الريف والصعيد. الهجرة العكسية دي معناها إيه؟ إن المواطن المصري بدأ يعني يشعر إن فعلا هناك فرص عمل في الموطن الأصلي له، وهناك حياة كريمة في الموطن، وهناك مستشفى، وهناك مدرسة، وهناك مياه صالحة للشرب، وبالتالي بدأت الهجرة العكسية من القاهرة إلى وإلى الصعيد. طبعا وانت استاذ تخطيط عمراني دكتور سيف، بالتاكيد ان كل هذه المناطق عندما تتغير، عندما يتم القضاء على العشوائيات سواء كانت غير امنه او امنه، فحيكون هناك تخطيط مختلف تماما عما كان موجودا، اللي هو ما كانش فيه تخطيط اصلا يعني. هيبقى فيه حياه انسانيه. أيوة. حياه انسانيه بمعنى ان المسكن ليس هو مأوى فقط، ولكن التخطيط العمراني للاسكان بالمعنى الأشمل هو مسكن آدمي يتحقق فيه الخصوصية والتهوية الطبيعية والإضاءة الطبيعية، وبالتالي صحة نفسية جيدة للمواطن وصحة جسدية جيدة للمواطن، وبالتالي تخفيض المبالغ الطائلة اللي بتتصرف على الصحة نتيجة التدهور، نتيجة سوء التهوية وسوء الإضاءة والحالات النفسية المتردية المواطن كان بيعاني فيها في الإسكان العشوائي. احنا كده الهدف الأساسي هو رفع جودة الحياة للمواطن على ربوع الجمهورية كلها بالكامل. أيوه، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني.